يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا رجل عمري 65 عاما، وأنا أصوم يوما وأفطر يوما وأزيد على ذلك بصيام الاثنين والخميس وأيام. عمره إيش؟ 65 عاما. نعم. ويقول وأنا أصوم يوما وأفطر يوما وأزيد على ذلك بصيام الاثنين والخميس وأيام البيض وست من شوال، وأكثر الصيام في شعبان، علما بأن عندي مقدرة على الصوم. سؤاله هل فعلي هذا موافق للسنة أم لا وفقكم الله؟ نعم، خير الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا يكفي عن صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، تدخل فيه، تدخل في هذا الصوم صيام داود عليه السلام. نعم.